بس معايا في قياسة سلوك كده مش تتظبط دي طبعا. سلكة كده وسلكة كده اهو. يلا خير. شوف شغلك. استقيموا ارحمكم الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام،
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على
كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brother أحمد البنا زهير. Okay. Translation. جزاك الله خير. You can use this number إن شاء الله for translation. Right or left إن شاء الله. Brother أحمد البنا زباك. Yes. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترضى بها عنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، واكتبنا في ليلتنا هذه جميعا من عتقائك من النار ومن المقبولين بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. أما بعد، دقائق كما تعودنا. فكرة اليوم: صاحب العمل يخاف على عمله، كما أن صاحب المال يخاف على ماله، كما أن صاحب الصحة يخاف على صحته، وهكذا. اللي عنده صحة بحاول يحافظ عليها، بروح الجيم، بيظبط نفسه، بيتمشى شوية، بيظبط الأكل، حافظ على صحته. الوقاية خير من العلاج. اللي عنده مال بيحافظ على ثروته، أن تبدد، أن تضيع، فبيحصنها، بيتصدق، بيحافظ على أمواله، وهكذا. صاحب العمل الصالح لابد أن يخاف على عمله. دي الفكرة اللي عاوز أقولها في الدقائق. صاحب العمل الصالح يخاف على عمله. أما صاحب العمل السيء على إيش يخاف؟ هو ما عندوش. ولذلك ترى المؤمن هو الذي يخاف وغير المؤمن لا يخاف. الطلبة لما يقترب الامتحانات تجد الطالب اللي مذاكر ومجتهد هو اللي ايه؟ خايف في الامتحان. خايف ليه؟ لانه مذاكر ومجتهد وقلق، يجي له سؤال حتى مش فاهمها. طب اللي مش مذاكر بقى هو مش خايف، هو ما عندوش حاجة يخاف منها، وبالنسبة له كله زي بعض. يعني هي doesn't care، يعني هيحصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر ما حصل؟ فمش في دماغه حاجة. الغني يخاف على ماله، والفقير لا مال له، فمش خايف. واحد فقير ينام بليل مش في دماغه حاجة، ما عندوش مؤامرة خايف عليها. صاحب العمل الصالح يخاف على عمله أن يضيع منه هباء منثورا. صاحب الصلاة وصاحب الزكاة وصاحب النفقة، ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب العالمين ونحن معكم، صاحب الصدقة والصلاة والزكاة وفعل الخيرات وصلة الأرحام يخاف على عمله. لأن أنت تعبت، بذلت جهد 30 يوم صيام وقيام ودعاء وغض بصر وتصدق وعمل الصالحات وتحسن لمن أساء إليك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك
وتحسن الجوار وتقي في نهاية وليه يا رب استر. المهم أن ربنا إيه يتقبل. فالمؤمن ولذلك ابن مسعود يقول إن المؤمنة حتى دي مهمة شوف نفسك في مين في دول إن شاء الله أنت المؤمن. إن المؤمنة جمع إحسانا وخشية. المؤمن جمع اثنين إحسان وإيه وخشية يعني جمع حسنات كثيرة وخايف إن الحسنات تضيع منه. إن المؤمنة جمع إحسانا وخشية. طب المنافق وإن المنافق جمع عكسه تماما إساءة وأمنا. تلاقي المنافق ما عملش أصلا حاجة يعني الدنيا عنده ضيعة الصلاة مش مزبطة والصيام هي وحظها معاه والصدقات ما فيش وعمل مشاكل كثيرة. أقول لك لا ما تقلقش هنا أبيض هنا أبيض وإن شاء الله مية مية ويوم الجحيم ربك رحيم وإن شاء الله الدنيا تمام وأهم حاجة يكون هنا أبيض. ده مين ده؟ المنافق جمع إساءة وإيه؟ وأمن. وبالمناسبة لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين. دي قاعدة ثابتة في الشريعة. يعني إيه؟ من أمن الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. يعني واحد مطمئن يقول لك بص ما تقلقش الدنيا أمان والدنيا ربيع والجو بديع والآخرة تمام ده بقى ربنا يستر عليه. إن الذي يأمن الله في الدنيا يخوفه الله في الآخرة والذي يخاف الله في الدنيا ربنا إيه يؤمنه في الآخرة. الآية اللي قرأها الشيخ عمر ربنا يجزيه خيره ويتقبل منه ويجعل صوته وعمله مخلصا لوجهه الكريم في آخر سورة الزمر وينجي الله الذين اتقوا. يعني اتقوا يعني خايفين يعني التقوى يعني الخشية. اللي بيتقي يعني يقول لك يا أخي اتقي يقول لك ابن اتقي شر فلان يعني إيه خايف من شر فلان. اتقي الله يعني خاف من مين؟ فير الله. اتقي الله فير الله سبحانه وتعالى. وينجي الله الذين اتقوا ينجيهم بإيه؟ بمفازتهم. يعني بمفازتهم المفازة المخاوف المفازات الأماكن المخيفة. الناس المتقين ربنا حينجيهم بإيه؟ إنهم خايفين. كل ما تخاف من ربنا تقرب منه. ولذلك لما تخاف من عدو تهرب منه صح؟ لما تخاف من ربنا إيه؟ تروح له. عشان كده لما الناس خافوا من ربنا القرآن قال لهم إيه؟ ففروا إلى الله. ده هم خايفين منه ألا روحوا له بقى. خايف منه تروح له. خايف منه إيه؟ تروح له. مش ففروا من الله لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ففروا إلى الله. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية ربنا يجعلنا منهم. والمنافق جمع إساءة وأمنا. فأنت عشان عندك ثروة كبيرة أنت خايف عليها. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما يحصل لكش حزن. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى دون أولئك عنها إيه مبعدون. أصلا إن شاء الله أنت مش هتسمع صوت النار لأن هي لا صوت. ربنا يكفيك شرها. بتعمل كده يعني إيه تعمل صوت شهيق وزفير تجيب الناس من بعيد. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فلذلك يا إخوة كل أنت ما تكون حريص وخايف على عملك ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبله. أقول هذا في أواخر رمضان. لماذا؟ لأننا بفضل الله تبارك وتعالى جمعنا إحسانا بالفعل. الناس يعني رأينا الخير الكثير امبارح في صلاة الجمعة وفي صلاة القيام ما شاء الله عمل الخير والتصدق والقيام والتهجد والعبادة وصلة أعمال خير كثيرة ونحتاج أن يقبلها الله تبارك وتعالى منا. آخر كلمة كان في واحد اسمه أويس القرني. أويس القرني أويس القرني ده كرجل من اليمن وأهل اليمن مشهورون بالإيمان حتى النبي قال عنهم الحكمة يمانية والإيمان إيه يمني مش كده؟ طيب أويس القرني ده ما حضرش الرسول. الرسول بشر به قبل أن يأتي يعني هو لم يلتقي فيس تو فيس كده مع الرسول. قال الرسول لأصحابه سوف يأتي عليكم رجل اسمه أويس القرني فمن رآه ها فليسلم عليه وليسأله أن يستغفر له. اللي يشوف أويس القرني ده يسلم يبلغ سلام الرسول له ويقول له يستغفر له لأن أويس مستجاب الدعوة. مات الرسول وتولى أبو بكر ومات أبو بكر وتولى عمر بن الخطاب
وكل ما يأتي وافد الحجاج من اليمن عمر يسألهم فيكم أويس القرني؟ يقول له موجود بس ما حضرش معانا، في واحد في اليمن اسمه أويس القرني بس ما جاش. مرة واثنين لحد ما سأل الوافد فيكم أويس القرني؟ قالوا نعم موجود معنا. المهم قصة طويلة، فراح عمر ومخد معاه سيدنا علي بن أبي طالب. خد بالك عمر أبو حفصة مرات النبي، وعلي زوج فاطمة بنت مين؟ بنت النبي، حبايب النبي الاثنين. راحوا لأويس القرني عشان يبلغوا رسالة النبي، وشوفوا من أويس ده اللي الرسول بيتكلم عنه. حتى الناس العلماء اختلفوا، هو أويس صحابي ولا ايه؟ ولا مش صحابي ولا تابعي؟ لأن الصحابي لازم يكون ايه؟ شاف الرسول كده فيس تو فيس. بالمناسبة هو مش لازم يكون شاف الرسول، هو يكون في زمن الرسول. لأن عبد الله بن أم مكتوم أعمى، شاف الرسول بس الصحابي صح؟ لأنه كان حاضر مع مين؟ بس ما شافوش. لكن هم قالوا بقى هل لازم ان الصحابي يكون في نفس البلد او الكنتري اللي فيها الرسول وعايشه؟ فيها كلام كتير مش وقته دلوقتي. فالرسول لم يلتقي بأويس، راح عمر وابو بكر يبحثوا عن أويس، لقوه سارح بشويه غنم قريب من مكه كده، هو في الحج سارح بشويه غنم وبيتاجر ويعمل. فذهبوا اليه وقال له انت أويس القرني؟ قال نعم. رجل عادي خالص ومسك عصايه وسارح بشويه غنم او ابل كده. فقال عمر له ادعو لي بالله عليك واستغفر لي، ادعي لي يعني. فقال أويس يا عمر بلغ السلام اولا، بلغ الايه؟ السلام. ورسول قال لك ايه؟ الرسول قال له بلغ السلام وبعدين ايه؟ فعمر عاوز الدعوه الاول. قال نعم رسول الله يسلم عليك ويقول لك ايه؟ استغفر لي. فدعا لعمر ثم قال له عمر اوصنا، هي دي الحته اللي عاوزها بقى، اوصنا. قال يا عمر كونوا حريصين على قبول العمل أكثر من حرصكم على أداء العمل، هي دي بس نصيحتي لإخواني. كونوا حريصين على أي يا إخوة؟ قبول العمل أكثر من حرصكم على أداء العمل. الحمد لله إحنا صلينا الحمد لله وتصدقنا وتهجدنا وتعبدنا ها وصالحنا، عملنا كثير الحمد لله، أسأل الله أن يتقبل، الأمر ربنا يتقبل بس. فأنت تكون حرصك على أن ربنا يتقبل لا مجرد أنك عملت. احرصوا في الثلاث ليالي الأربع ليالي الفضلين من رمضان أن تسألوا الله القبول، لأن إحنا لو ربنا تقبل معنا ثروة كبيرة، ثروة كبيرة حصلنا عليها في رمضان. المهم أنك تخرج من رمضان بالفعل وقد تقبل الله تبارك وتعالى منك. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اكتبنا في ليلتنا هذه جميعا من المقبولين يا رب العالمين. وأؤكد النهاردة إن شاء الله عندنا كابتن خالد محجوب موجود معنا في الكونغ فو إن شاء الله أفتر الصلاة دايركلي إن شاء الله رب العالمين. ونأكد على السمر كامب، السمر كامب لليوث البويز والجيرلز، بليز يعني ريجستريشن عشان إحنا نعرف العدد. جاست وي نيد 50 البويز و 50 جيرلز. للأسف إحنا بنتعامل كعرب إن إحنا بننتظر لحد آخر لحظة والباص وقف برا كده وعشان خاطر يا شيخ عدي الولده واخته بالمرة والولد ممكن. لا يا جماعة بالله عليكم يعني ارتقوا شوية في التعامل. احنا بنقول بأننا شهر بالنادي عندنا كامب، والله just we need 50 boys 50 girls. ليه سجل الأسماء الإخوة موجودين منتظرين، سجل اسم ادفع الاشتراك بتاعه عشان نعرف مين جاي معانا. العام الماضي الباص واقف برا هنا وموجود، يعني احنا عاوزين 50، الباص بياخد 50 ممكن 52، كان موجود عندي والله العظيم 76. طب الراجل كان أمريكي أصمر يعني يقول لي يعني هاو يعني حط 76 في 50، تقول له عديها ما احنا عرب بقى عديها، اللي تحت الكرسي واللي ياخده على حجرك واللي جنبك من هنا يا عم تعدي ازاي. يا اخوه بالله عليكم اللي عنده استعداد يسجل للكامب، وبعدين يعني احنا لازم نسجل للكامب. الكامب ده احنا ده امر مهم جدا ابنائنا وثقافه الكامب مش عندنا. اسبوع الاولاد يغيروا جو، ما فيش تليفونات، يعني اوتسايد كانتري اوتسايد، حتى كل حاجه جو مختلف، العاب تمرينات، ومعنا يعني اخونا مدرب الكونغ فو معنا انشطه كثيره جدا. وفي عندنا سبرة البنات لهم أيام خاصة، البنين أيام خاصة. أرجو تعاونوا معنا عشان العمل يعني يخرج بالصورة المثلى إن شاء الله. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. الله أكبر. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون،
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على نبينا في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وكلنا ولا تكن علينا، وكن معنا حيث كنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، دبر لنا ولا تدبر علينا.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، اشفي مرضانا اشفي مرضانا اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى وعافي كل مبتلى، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم اشفهم من كل داء ونجهم من كل بلاء وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم موتانا، اللهم وارحم موتانا، اللهم أنقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم أنزل على موتانا سحائب النور والفسحة والسرور، اغفر ذنبهم واستر عيبهم وتقبل أعمالهم، أدخلهم الفردوس الأعلى، حرمهم على النار حرمهم على النار، اكتبهم في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وألحقنا بهم على خير، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم توفنا على كلمة التوحيد وشهادة الإسلام، أحينا عليها أحينا عليها أحينا عليها، توفنا عليها توفنا عليها، بعثنا عليها، توفنا مسلمين توفنا موحدين، توفنا مسلمين توفنا موحدين، هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت، عبادك نحن فارحمنا عبادك نحن فاغفر لنا، عبادك نحن فالطف بنا عبادك نحن فارفق بنا، اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا عن باب عفوك مطرودين. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم كما وفقتنا إلى قيام رمضان تقبله منا يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تقبل صلاتنا تقبل زكاتنا تقبل صدقاتنا، اللهم تقبل من إخواننا وأخواتنا أجمعين، تقبل ما قدموا من صلاة ومن صيام ومن ركوع ومن سجود ومن صدقات قلت أو كثرت يا رب العالمين، اجعلها كفارة لذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان لنا دعوة مستجابة في هذه العشر فاجعلها للمستضعفين وللمظلومين وللمطاردين وللمحاصرين وللمسجونين وللمسجونين، فرج كربهم وأحسن خلاصهم، اجعل لهم من كل غم وغم وهم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم لا يأتي العيد إلا وقد فككت الحصار عن المحاصرين،
اللهم لا يأتي العيد إلا وقد أطلقت سراح المسجونين، وردهم إلى بيوتهم آمنين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ينفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا منكم إن شاء الله. إن شاء الله تمروا صندي رمضان 26 إن شاء الله رب العالمين. ختم القرآن والشيخ عمر أن أذر شيخ شيخ عبد الله كامل. Please try to come early tomorrow before صلاة المغرب and make نية before مغرب نية for اعتكاف. Say نويت الاعتكاف. This is good يعني good idea. Try to come early before Maghrib and still until Salat al-Fajr, inshallah, just one night for Allah subhanahu wa ta'ala, one night for you, for Yawm al-Qiyamah, for your kids, inshallah. We have big iftar, inshallah, tomorrow and suhoor. Please, everyone invited, your family, your kids, your friends. Jazakum Allah khair. As'ala na taqabbal minna minkum, inshallah, rabbi alameen. Waj'alna minna al-maqbuleen. Allahumma ameen, ya rabbi alameen. Thank you.
بص بص اسمع انا عرفت تأذنت ازاي واحنا اتنين بقوا في الحته دي امشي كده لكن يعني مش قد مش قوي بس كان برضو كده هو اللي حصل ده كان هنا ايوه عارف المغرب بيكون هنا انا حركته هنا وعدلت الحاجه دي عجبتني قول لي انت عايز ايه مش فضايح